انا ام احمد الراهي. محمود انا اليوم هم اللي ما في اي خطا باذن الله. ممكن تشوفوا الدكتور ضحيه؟ ممنوع اليوم رجاء ممنوع. تفضل. يا رب. خليه على نفس العلاج. حاضر. أو كل حدا يفيقه أو يعمل أي حركة تجاهله، حاولوا تضلوا وراء إذا سمحتي. يعطيك العافية. الله يعافيكم. ماما. ماما. صباح الخير. وين كنت؟ قاعد بجنينة. بجنينة؟ او من امتى هالشعري؟ حسيت انه جانب الرومانسية عندي ضعيف، مع اني متجوز قصيدة والقصيدة لها حق علي. رابح، لا تعزف كتير على هالوتر، ما عاد يطربني. انت عم تظلميني كتير يا نبيلة، مع انه حبي اليك واضح مثل الشمس وثقتي فيك مطلقه. ثقه؟ انت عم تحكي عن الثقه والاسرار اللي حضرتكم محاوطيني فيها؟ انا محاوطك بالاسرار يا نبيله؟ اكيد يا رابح، اشياء واشياء خفيتها عني، حتى بابا حالفت معه علي، صرت بيناتكم مثل الغريبة. أنا الحب اللي عم تحكي عنه يا رابح والثقة اللي هي أهم شي بين الزوجين مفقودة بيناتنا. بعد إذنك يا زوجي. خير بابا؟ شوفك رجعت. ما في شيء يا بنتي، بس في شغلة صغيرة بيني وبين صهري مشان الشغل. حاضر. الأسرار المعهودة تحت أمركم. نبيلة، ما بدك تخلصينا من أزمة الشقة؟ هذا الموضوع هلأ مو وقته. ما لازم توقعي على عقود البيع؟ لما بتنهوا أسراركم المعهودة بعد اسمكم. أنا بعدنا بالليل رابح، أنا بعدنا بالليل. مبارح أخذتني على مكتبك وخليت أعمل لك وكالة عامة، وصريت على كاتب العدل إنه يعمل وكالة غير قابلة للعزل، وهلا بدك تكتب لي سند بكل أملاك، فهمت؟ الله يسامحك يا عمي. تعال تعال عود وهدي أعصابك. تفضل شرف. يا عمي يا ابو نبيله، انا مثل ابنك، انا بساعد نبيله، انا حاسس انه اللي بجيتي بجيتك. ليش خايف على املاكك عندي؟ انا الك مية عيوني. بدي تنسى هذا الموضوع وما راح يصير الا مثل ما بدك، بس لازم نحكي مع نبيله مشان الشقق. سامر بيك وجماعته مو هينين، بيخربوا بيتنا. ارجوك يا عمي اطمئن لي، واذا سمحت خلينا نحكي مع نبيله مشان تتنازلنا عن الشقق. أرجوك. أوه. الله يخلي لي إياك. تفضل. شرف. كيفكم بنتي؟ الحمد لله على سلامتك يا أحمد. الحمد لله على السلامة يا أخي. مين في بالورشة يا أبو نعيم؟ يا حرق الورشة وساعة الورشة، هلا وقت الورشة. تعرف أبو حميد،
اكتشفنا انه من غيرك ما بنعرف نعيش يوم واحد. بتلبك كل الدنيا يا رجل. لا يا ابو نعيم ما بصير، لازم حدا منكم يروح على الورشه. ها كيف شعر مريضنا هلا؟ الحمد لله. يبدو لي الوقعه اجت لصالحك يا سيد احمد. خير يا دكتور. يبدو في عند منك ارهاق شديد وفقر دم. ارجوك يا دكتور اللي بصراحه، شو صابني بعد الوقعه؟ لازم تحمد ربك شويه ردود بس يا دكتور. اكيد انت هلا بحاجه لغذاء تام ولراحه طويله شوي. الف الحمد لله والشكر لك يا رب. خليه يرتاح لو سمحتي ولا ترهقوه كثير بالحكي. يعطيكم العافيه. أهلين دكتور، مع السلامة. يا الله. لوين ماما؟ رايحة أوفي أول ندر، نترك على وجه الله. سلام يا احمد. سامحني يا اخي. احمد، احمد سلم على اخوك نزير. بريء يا احمد، صدقني في ناس افتروا عليه. حتى اسال ماما. تفضلي. وداد معلش إذا فتي قبلي، خذيها إذا بتريدي معك. ليلاد نشكر الله أبو حميد عم يبتسم. في ناس ما هن جايين يزوروك. يا الله شو محبوب يا أخي. اشتغل سمير رايد. لحظة لو سمحت. يا بنتي أنا بدي أشوفه إذا أمرتي. قلت لك ضيق إذا بتريد. طيب أنا عاوز شغلة ضرورية يا بنتي، الله يرضى عليكي. أستاذ سمير. أيوه. الجلسة بتاريخ 17. شكرا، لا تقلق. حاضر. يا بنتي الليلو بدي إياه ضروري بشغلة ضرورية أهم من الشغلة اللي بدي إياها. الأستاذ سمير مشغول كثير، رجع بكرة. يا بنتي شغلتي اضر من الشغل كله تبعه. مين حضرتك؟ الليلة ابن عين. وشو الموضوع؟ يا بنتي الموضوع حلو يا الو. طيب لحظة. تفضل يا ابو نعيم. شكرا. اهلين يا عمي ابو نعيم. اهلين. اهلين فيك يا سمير. شرفت. الله يخليك. تفضل ارتاح. لا معلش ما بدي اقعد، بس انا جاي مشان خبرك انه اخوك احمد وقع وهلا هو بالمستشفى. كيف صار هذا الشيء؟ لا الحمد لله اطمن، الله قدر ولطف ونجم مرحلة الخطر. تقدروا يا عمي ابو نعيم يلا. طيب يا بنتي هلا اذا جوزك عارف انك صرتي احمد من غير اذنك. يا بابا انا ما عدت قدرانة افهم حدود مشاعرك. معقول انت تطلب مني اخذ اذن اذا بدي زور ابن عمي وهو بحاله خطر بالمستشفى؟ يا بنتي مو من مصلحتنا زعل رابح بهالوقت. يا بابا مو معقول، مو معقول ابدا. انت ما عاد تقدر تفكر باي شيء بالدنيا خارج حدود مصلحتك.
يا بابا صدقني صدقني في اشياء بهالدنيا اهم بكتير من المصلحه. يا بنتي يا بنتي انا قصدي اذا زعل رابح بقدر زعل؟ يزعل بابا اذا هو مصر يبعدني عن اهلي وعائلتي يزعل. انا ما عاد فارقة معي. خير؟ شو بكم؟ ليش منفعلين؟ احمد وقع عن سؤالي وكان بحالة خطيرة. الله اكبر، عم تحكوا جد؟ وشو صار يا نبيلة؟ لاني رحت زرت احمد بالمستشفى. بابا فكر انه ممكن تزعل. يا نبيلة يا نبيلة يا روحي، انا ما عم بسألك مين اللي زعل، اللي زعل ينفلق، عم بسألي شو صار باحمد. ما صار شيء الحمد لله. الف الحمد لله. وليش ما رحت معي يا عمي؟ شلون بدي اروح هو مزعلك؟ يا عمي هذا ابن اخوك. المهم يا نبيلة تسمحي لي يا روحي روح زوره معك؟ مثل ما بدك. بالمناسبة يا نبيلة لازم نقوم بالواجب وناخد بوكيه ورد محترم، اوكي يا روحي؟ يلا عن اذنكم. سهري شو هذا رابح العصبي؟ إنسان مو معقول مو معقول. جني يمكن. كيف قدر يغيب علي وياخذ كل أملاكي؟ بنتي بنتي الوحيدة بين إيدي. مرحبا. يا أهلا وسهلا. كيف حالك؟ شوي رجالة شوي. ما ايه منيح حلوه حلوه ايه الحمد لله على سلامتك يا احمد. الله يسلمك. تفضلي قعدي نبيلة. كيفك يا خالتي ام احمد؟ الله يسلمك. ان شاء الله على سلامته المحروس. تسلم. طب ليش ما بتدير بالك يا احمد؟ يا اخي لازم تنتبه. شبك شبك دائما طاحش وراقد من غير ما تطلع قدامك. اللي ما بينتبه بينازى كتير لك يا عيني. صح يا خالتي ام احمد؟ اي نعم مزبوط. هالمره حمود الله اللي اجت على هيك، بس هذا تحذير منه جل جلاله مشان نصير نطلع قدامنا ونستخدم عقلنا منيح ونعرف اللي بيضرنا من اللي بينفعنا، ولازم نعرف وين منحط رجلينا. عم تفهم علي يا احمد؟ شكرا على زيارتك يا سيد رابح. العفو هذا واجبي. نحن يا سيد احمد اولاد حاره واحده
أولاد الحارة بينوروا لبعضهم، واللي بيشوف بينصح اللي ما بيشوف. صح يا خالي أم أحمد؟ صحيح. نحن تأخرنا ولازم نمشي. آه صح، مشان ما يتضايق أخي أحمد بنمشي. بالمناسبة لا حدا يحاسب المستشفى، أنا حاسبته، دفعت الفاتورة كاملة. كيف؟ ما بصير يا سيد رابح. وليش ما بصير يا عيني؟ أنا صهركم، جوز نبيلة بنت عمكم، وكرمال عيون نبيلة مستعد أقدم أي شيء بيطلبه أحمد. نحن ما بنقبل حدا يدفع حسابنا. لك يا بنتي أنا مو غريب، أنا واحد من العيلة، وشي طبيعي جدا اللي ميسور بهالعيلة هو اللي بيدفع. خد مصاريك اللي دفعتها وانت طالع. لا يا سيد أحمد، هلا متفقنا قبل شوي إننا نستخدم عقلنا اللي الله عطانا إياه، ونعرف اللي بيضرنا من اللي بينفعنا منيح. أدني للسيد رابح شوكولا قبل ما يمشي. معلش يا ولاد، تركيني أنا حابب ضيفه للأستاذ رابح. تفضل يا أستاذ رابح. الحمد لله على سلامته يا سيد نزير، ويجعلها آخر المصايب بعيلتكم. إن شاء الله ما تنصاب بشر يا أستاذ رابح. أنت اللي عم تستغلني بتستغل الظروف حتى تفك عادك من أحمد الرائد وتبشرنا سيادتك المسموعة تحت شعار سعيدك وطيبك. أنا يا نبيلة؟ أنا؟ فهموني شو القصة؟ ليش الصياح؟ فهموني القصة شو الموضوع؟ سأل بنتك يا عمي، سأل السيدة نبيلة اللي عطلت شغلي من شانها ورحت معها لأزور ابن عمها أحمد الرائد بالمستشفى، وأخذت له بيدي التنتين هدول بوكيوات ودفعت له فاتورة المستشفى. مشان هيك بتعتبر كل شغلي هاد عم هين الاستاذ العظيم احمد الرائد وعم وجه له سهامي المسمومه. طول بالك يا صهري، رويش ابنا، طول بالك شوي. يا نبيله تعالي لهون. صحيح مشان هذا الكلام يلي عم بيقوله رابح؟ صحيح يا بابا، بس الكلام نقل من زوجي المحترم بطريقه بتهيل جبل. سمعاني يا عمي؟ سمعان بأدناتي بصيد علي كلامي؟ طول بالك يا صغري، خلينا هلا بشغلنا. شغلنا؟ بدك ياني احكي بشغلك هلا يا عمي؟ ما بتحس بغير؟ انا جدي الزعلة هلا راح طق، زعلان؟ بدك احكي بالشغل؟ عجبك؟ ألف مرة قلت لك سايبي بهالوقت بس. ليش يا بابا؟ شو اللي بينك وبينه؟ وبدك ياني سايبه مشان اللي بيني وبينه، اللي بيني وبينه، ما بيشي بيني وبينه، ما بيشي بيني وبينه. لا يا بابا، في شي بينك وبينه، بس ما بدك يعني اعرف. قلت لك ما في بيني وبينه شيء، خلص اصبرت من حالي، اتركيني بحالي، اتركيني مفهومي، اتصرفي مثل ما بدك، خلص. مبروك ابو حميد، الف مبروك. الله يبارك. ربحنا قضية البيل لا تربح ياها. عم تحكي جد؟ كان وحكمة المحكمة وتنفيذ كافة بنود العقد. استلمنا كل شيء من جديد هلا، كل شيء تمام هلا. المحكمة اعتبرت المشروع مصلحة عامة وما رجوع سويته دقيقة واحدة. سمعانة ماما؟ سمعانة يا قلبي، الف مبروك. مبروك يا سيد احمد.
مطلوب تكون براحه تامه بالبيت. يعطيك العافيه، مع السلامه. شكرا دكتور. هاتي لي شوف بالله. اهلين ابو حميد. على عبد الله، على سلامتك. على سلامتك. مسك واقف المصعد. اهلين ابو حميد. اهلين. من بكره الصبح رح اطلع واخذ معي معلمين العمار وكل الشغيله الثانيه. لا سيدي، ما رح نطلع، ما رح نطلع قبل ما يرسم لنا المعلم احمد برنامج الشغل. وانا ابو حميد بعد اذنك يعني حابب اطلع مع الشباب، بس ما بدي اتعلم الا على ايديك. بقى خفه يلا. نزير، انت بدك ترجع المدرسه؟ انا الورشه هي مستقبلي. بقى بتمنى يا احمد تسمح لي اني اتعلم، على الاقل بلكي بقدر رد شيء من يلي برقتي لك. نزير العلم هو مستقبلك. ايه صح، وانا اللي راح اتعلمه منك راح يكون مستقبلي. ابو حميد، لكل انسان مجال بينجح فيه بالحياه، انا من رايي تترك نزير على راحته. ايه معلش، بيطلع معنا كل يوم ساعتين زمان وبترجع مشان تضلهم بالبيت. على راسي يا ابن عيين. وانا ما بنصحك تتعلم الا على ايدي احسن معلمين بهالبلد. ابو حميد تسلم لي. وداد امي هاتي عصير. يلا. شو غسيلنا بطل يعجبك يا ابو الحسين؟ واقف محلك. واقف يا سليم، واقف. شو بدك يا نزير؟ بدي حقي. وشو هو حقك؟ كتير الذهبات وحق الوقت يلي قضيته بالغربة وانا خايف ومرعوب ومزلول. بدي ثمن خوف اهلي وقلقهم علي. انت بتعرف اني بقدر روحك. اللي بعرفه انك جبان وما بتقدر تعمل شيء نزير. واللي بعرفه كمان انه في بحياتك كتير شغلات بتحبها وبتخاف عليها، بس انا عملت حياتي تافهة وعملتني اتفه، يعني باختصار ما عندي شيء خاف عليه. المهم شو المقصود هلأ؟ المقصود لازم تعرفه لحالك، حقي وبدي اياه كله. وحقي مو بس كله مصاري، خاطرك نزير. المرة رح خليك تروح بسلام، بس المرة الثانية إذا جيت لعندي رح تروح من هون رأسا على المقبرة. نمية. روح وانت تاني نمية، روح. شو بعد عم تجعك رجلك؟ لا بس احسن من اول بكتير. شو رايك اعمل لك فنجان قهوه؟ لا شكرا، هلا شربت. سند امانه وموثق. شو انت ناوي تحبسني يا عمي؟ احبسك؟ شو مصلحتي احبسك؟ عمي انت هيك عم توجع لي راسي. كان لازم اتركك انت واحمد تطاحنوا سوا من غير ما اتدخل وياخذ منك اللي بده اياه. عشان هيك قررت رجع لك كل املاكك اللي كتبتها باسمي وتصطفل انت وياه. لا ليش هيك عم تحكي يا سهري؟ لانك عطمت لي اعصابي يا عمي. بدل ما تشكرني لاني خلصتك من احمد واخواته، استلمتني ليل ونهار وعم تحطم لي اعصابي. صار عم يشك باخلاقي وامانتي. طيب مثل ما بدك، اذا هالموضوع مضايقك موجع لك راسك، من بكره بمشي المعاملات ومرجع كل شيء باصل. طيب عن اذنك، مع السلامة. مو معقول يا نزير، مو معقول ابدا. انت ليش ما بدك تحكي لي؟ شو اللي بدك يعني احكي لك اياه؟ اللي بينك وبين رابح. ما في شيء بيني وبينه. نزير انت عم تكذب. الله يسامحك. نزير انا بنت عمك ولازم تثق فيني. ولازم تحكي لي. رابح جوزي ولازم اعرف كل شيء عنه وعن مستقبلي معه.
بكير يا نبيلة. هلا بعد ما جوزتيه سنين جاي بدك تعرفي شو معدنه؟ أرجوك يا نزير، أرجوك، أنا عندي إحساس غريب، إحساس إنه رابع عم بلف حياتي وحياة بابا بغموض فظيع، ولازم أعرف كل شي عنه وعن مستقبلي معه. لأنك بنت عمي ولأنه بيهمني أمرك رح قلك تركي هالتفكير بهالشغلات وخليكي بحالك. شو يعني؟ بدك تتركني هيك؟ لا، يعني تركي شغلات الرجال للرجال. يعني ما رح تحكي لي؟ يلي ممكن احكي لك يا انه ديري بالك على حالك منيح، بس صدقيني بالاخير رح تكون النتيجة تمام. طيب طيب تفضل طلع، طلع لوصلك من محل ما جبتك. تفضل. على مهلك يا ابني، على مهلك. ألف الحمد لله على سلامتك يا أحمد. الله يسلمك يا نبيلة، شكرا. على مهلك يا أحمد، على مهلك. دير بالك على حالك، شوي شوي بتمشي. لا خلص ماما، مش الحال، رجلي صارت أحسن بكتير الحمد لله. بالمناسبة نبيلة، عمي مو ناوي يجي يزورني ولا خلص أمرنا ما عاد يهمه؟ لا يا أحمد، انت بتعرف انك بتهم الكل، بس بابا نبيلة صار لي طالع من المستشفى 15 يوم ما لا عنده فضل بساعة يجي يزورني. على العموم الله يسامحه، سلمي لي عليه لعمي وقولي له احمد لما راح بده يشتكي عليك حس بخنجر فايت بحلقه. احمد انا طول الوقت كنت شايفة انه اذا لك حق لازم تاخده، وبالطريقة اللي بيدلك عليها عقلك. بس يمكن صهرنا السيد رابح الحصين ما بيهون عليه ناخد حقنا. رابح ما له علاقة وما لازم يكون له علاقة، وإذا بده يوقف ضدك لازم هذا يدفعك لحتى تطالب بحقك وتستعجل بطلبه. وداد ساوي في جناه لبنت عمك. لا مرت عمو معلش، أنا مستعجلة وعندي شغل كتير. الحمد لله على السلامة يا أحمد. شكرا. بهنيك بسلامته مرت عمو. خاطركم نبيلة. نبيلة زمان كنت تحطي راسك على صدري وتحكي لي اللي بقلبك وكأني أمك. من زمان ولهلا أنتي أمي يا مرت عمو. مكتب الاستاذ حكمة المحامي. ايوه يا لمي، وينو سمير؟ موجود استاذ، بتريد اعطيك اياه؟ لا، بتجيبيه وبتجي انت اياه فورا لعندي على البيت، وجيبي معك سجل القضايا تبع شهرين للايراد. خير، بس نفذي اللي عملك عليه وبس.
استاذ سمير؟ خير. استاذ حكمة اتصل. شو بده؟ بده ايانا نكون عنده فورا. كيف؟ بده ايانا نكون عنده انا وياكي؟ ايه نعم. وعم يحكي بعصبية مو معقولة. زعلان من شي؟ ما عرفت، عصب اكتر لما سألته قلت له خير. ليش بتقديرك بده ايانا؟ ما عرفت، انا مثلك مستغربة. تفضلي. مو معقولة رد فعلك هذا يا سحر. أنا ما لي علاقة بشغلكم. أنا ما طلبت منك إنه يكون لك علاقة. أبوك عم يفش شغل، وعلى الأقل اسمعيني. سحر، أنا لمين اللي عم بشتغله؟ لمين اللي عم أحوشه؟ مو لك. نعم يا عمي. تعالوا هون يا فندم. تفرجوا يا خير. تفضل يا افتح يا الدفاتر. الشهر الاخير كم قضية مسجلة بالدفتر؟ 30 قضية استاذ. وهالشهر؟ 18. ليش هالفرق برأيك يا سيد سمير؟ هذا يعني هيك طبيعة الشغل. لا يا شاطر، مو لأنه هيك طبيعة الشغل، لأنه هيك طبيعة الحرب أو عدم الأمانة، لأنه غير جدير بالثقة اللي حملتك يا. عفوا استاذ. أنت بأي حق يا افندي بتسمح للزباين انه يعملوا لك وكالات باسمك وبتشتغل لمصلحتك خارج المكتب؟ يا استاذ حكمت، انا من حقي مارس المهنه اللي درستها لاوصل لشرعيتها. ما انت عم تمارسها بشكل شرعي وطبيعي بالمكتب. من حقي مارسها باسمي انا. انت موظف بمكتبي ولا لا؟ عامل عقد ولا لا؟ ولما كتبت العقد انا اكرهتك او اجبرتك على التوقيع؟ بس هذا غبن يا استاذ حكمت، والمفروض انت ما تقبل فيه. انت رح تخطب علي بهالشعارات هي انا كمان؟ العقد يا اخ شريعه المتعاقدين، والعقد اللي بيننا بده يتنفذ بحذافيره، والا برميك للشارع مثل ما لميتك.